وهذا يقول عندما تنصح بعض الناس بأن التصوير لا يجوز يقول لك بعض العلماء يتصورون، هذه ما هي حجة؟ الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل لا يسألك في قبرك عن فلان ولا علان، يقول لك ما من ربك وما دينك ومن نبيك. سئل الشيخ بن باز رحمه الله مرة وهو مسجل في شريط، فقالوا له ما حكم الظهور في التلفاز؟ قال لا يجوز، هذا حرام. فقالوا له يا شيخ رأيناك في التلفاز، قال أقول لك لا يجوز، قال الله كذا وقال رسوله كذا وتقول ابن باز يظهر في التلفاز؟ يعني هذه ما هي حجة. إن كان ابن باز ظهر في التلفاز وربما ليس براض في ذلك هذا ليس بحجة. قال أقول لك لا يجوز وتقول يقول ابن باز يظهر في التلفاز، حتى بكى الشيخ بن باز وهو يحذر من هذا المنكر، يحذر من هذا المنكر، فهذا ليس بحجة. وكثير ممن يحتج بهذه الحجج إنما يتخذها معاريض وهو يعلم في قرارة نفسه أن الأدلة تدل على التحريم. تقول له قال رسول الله، يقول قال العالم الفلاني. هذه طريقة الإخوان المسلمين، فالإخوان المسلمين إذا قلت لهم هذا حرام قالوا لكن القرضاوي قال حلال، لكن الزنداني قال يجوز. فنحن لا نحب لإخواننا أن يكونوا على طريقة الإخوان المسلمين، وإنما يقولوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، فقد قال بعض أهل العلم كما في السير، سير أعلام النبلاء، من تتبع رخص العلماء تزندق. فما من عالم إلا وحصلت له هفوة وأخطأ في شيء. مثلا على سبيل المثال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخنا المجدد للدعوة السلفية في البلاد اليمنية كان يفتي بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة جنية إذا كانت مؤمنة وعاهدته فلا بأس. هل معنى نقول خلاص يجوز؟ قد أفتى الشيخ مقبل، لا، الصحيح أنه لا يجوز، وهذا اجتهاد منه واجتهاد من بعض العلماء لكنه خطأ. وعلى سبيل المثال أيضا كان الشيخ العثيمين والشيخ بن باز يجوزون الانتخابات، فهل معنى أنها جائزة لأنه قد أفتى فيها الشيخ العثيمين؟ لا، إنما الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ذلك الأثر الذي رواه الخطيب البغدادي وابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمتعة في الحج، حج التمتع، فقال له بعض الناس إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، يعني كيف أنت تأمر بها وأبو بكر، انظر أبو بكر ما هو الشيخ بن باز ولا أبو بكر، وعمر ينهيان عنها. فقال عبد الله بن عباس ما أرى إلا سيعذبكم، ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وتقولون قال أبو بكر وعمر، صح بهذا اللفظ. وأما بلفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فهذا لا يصح، وإنما ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على الدليل من القرآن والسنة، وأدلة التصوير متواترة في البخاري ومسلم أكثر من 10 أحاديث في بيان معصية التصوير أنها حرام وأنها كبيرة. طيب، وديننا محصور في زمن الصحابة ولا إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة، وهذا يسمى تصوير وهو داخل في الأحاديث.